الإمارات العربية الطبية داخل دولة الإمارات متميزة وبقصص نجاح باهرة. قصة اليوم بإمضاء الدكتورة ميسون القيسي، دكتورة متميزة وحالات لا متناهية من النجاحات. ضيفتي لليوم وبخبرة تتجاوز 42 عاما داخل الدولة استطاعت صناعة اسم متميز في لآل الاتحاد. واليوم مع الدكتورة ميسون سوف نتحدث عن تحدياتها وصعوباتها ووصولها إلى قمة النجاح في حلقة اليوم، تابعونا. لما تستقرين في دولة وتحسين أنه أنت مرتاحة وهذا كأنما بديل عن البلد اللي أنت انفصلتي عنه، راح يكون بلدك. يعني إحنا نفسياً مرتاحين وحققنا نجاح اللي إحنا نريده والحمد لله، وما ندمانين أبداً، وبالعكس يمكن أحسن تشالنج عملناه في حياتنا أنه اخترنا دولة الإمارات. صارت ظروف خاصة فاخترنا أنه البلد الآمن والبلد اللي ممكن نكون نفسنا فيه، وكان الحمد لله اختيار جدا جيد، وهو دولة الإمارات العربية المتحدة. الحمد لله يعني أنه توفر لنا كل شيء بجهودنا وبجهود الدولة أيضا. حياكم الله مشاهدينا الكرام، أوفي برنامج لآل الاتحاد الاستضافات المتميزة للكفاءات العربية الطبية داخل دولة الإمارات العربية المتحدة لا زالت متواصلة. اليوم تواجد إمارة دبي، اليوم نتحدث من دانة الدنيا عن قصة نجاح نسائية بامتياز. ضيفتي لليوم من خلال 42 عاما من النجاحات ومن المراحل المضيئة داخل دولة الإمارات تخط فصولها في لآل الاتحاد، اليوم ضيفتي هي الدكتورة ميسون القيسي. أهلا وسهلا دكتورة. أهلا وسهلا. طبعا سعداء جدا بتواجد كفاءة وقامة طبية معنا اليوم في البرنامج. في البداية طبعا نرحب بحضرتك ونود التعرف أكثر عن شخصك الكريم من خلال الوقوف عند أبرز المراحل الأكاديمية والعلمية بمسيرتك. أنا الدكتورة ميسون القيسي، وأحمد الله أن صار لي 42 سنة في دولة الإمارات. وبديت مسيرتي الطبية من جامعة بغداد، تخرجت سنة 1978، وبعد ما اشتغلت سنة في داخل بلدي العراق انتقلت إلى بيروت. اشتغلت في الجامعة الأمريكية في بيروت لفترة على أساس أنه نخرج للتخصص العالي في إنجلترا، بس صارت ظروف خاصة فاخترنا أنه البلد الآمن والبلد اللي ممكن نكون نفسنا فيه، وكان الحمد لله اختيار جدا جيد، وهو دولة الإمارات العربية المتحدة. وبمساعدة بعض الأشخاص اللي نعرفهم اشتغلنا في وزارة الصحة، وكنا من الأوائل الأطباء، أنا وزوجي أيضا طبيب أمراض صدرية، كنا من أول الأطباء العرب اللي اشتغلوا في دولة الإمارات العربية المتحدة. في بدأنا نتشرف بأبوظبي، واشتغلنا في مستشفيات أبوظبي وفي المناطق النائية من أبوظبي، وأنا أتشرف أنه كنت أشتغل بليوة في عيادات ليوة، وكنت يمكن أول طبيبة عربية أعالج الناس في ليوة، لذلك رحبوا بينا كثير، وكانت يعني فترات جدا جميلة. وأيضا اشتغلت في الخزنة وفي الشبيسي، وكانت إن لقاءات جدا جميلة مع الله يرحمه الشيخ زايد وأبو الجميع. طبعا نفتخر به لأن ما كان أبدا يترك الناس بدون متابعة، فكان دائما يمر على هاي المناطق النائية ويشوف حياة الناس شلون،
ويأمر دائما كان ينصحنا احنا كأطباء أن نهتم بعملنا ونهتم بالناس اللي حوالينا. والحمد لله سمعتنا جدا طيبة، ولا تزال لحد الآن عندنا علاقات جيدة في المواطنين اللي ساكنين بذيك المناطق. وطبعا رحمة الله على الشيخ زايد، يعني عندنا جدا مواقف جميلة معه، وكان هو بإيده يشرف على كل شيء، على الصحة، على التعليم، على الزراعة، يعني ما كان يتم شيء إلا بأمر من عنده. وطبعا الحمد لله أبناء من بعد استلمه، والبلد الحمد لله ازدهر والبلد بخير، وإحنا كل السعداء إنه قضينا كل فترة حياتنا العملية والأسرية ونجاحاتنا في هذا البلد. وطبعا دبي بلد الخير والرفاهية والعز والتقدم والتطور، فإحنا الإمارات كلها طبعا بلدنا. دكتورة ميسون، نبقى مع البدايات، وعادة هذه البدايات دائما جميلة لأنها تكون السطر الأول في قصص النجاح. لا يوجد من اختار مجال الطب أو طريق الطب ولم يكن له بعض التحديات سواء أكاديمية أو مهنية. ما هي أبرز التحديات التي كانت في مسيرة الدكتورة ميسون؟ والله طبعا كانت المسيرة الجامعية جدا بسيطة، لأنه كنت مع أهلي في بلدي ومع أخواني وكل شيء سهل. إن التحديات بدأت بعد ما تخرجنا. طبعا أولا تحديات بالبلد، يعني بلدي العراق، إنه اشتغلنا في مناطق جدا بعيدة، وكان هذا يعني بس مواجهة بيننا وبين المريض لحالنا بدون أي إشراف، وهذا اللي كون شخصيتنا كأطباء، عندهم ثقة ويقدرون يتحملون أي حالة. والحمد لله من جينا يعني وبلشنا الشغل كان مستوانا جيد. والتحدي الثاني انه طبعا في سنة 1978 كانت دولة الامارات دولة ناشئة، فاحنا من بدينا ما كان الوضع اللي هسه عليه مثل ما كان زمان، بس نحمد الله انه البلد امن وناسه طيبين وشيوخه كرام، لذلك ما حسينا بالفرق. يعني كنا جايين مثلا من بلد اكثر ازدهارا إلى بلد في وقتها كان أقل، بس ما شفنا أي فرق أبداً بالمعاملة الطيبة اللي تعاملنا بيها. ولذلك كان هذا تشالنج لنا، يعني تحدي أنه نبقى في الإمارات أو نسافر إلى بلد ثاني، لكن فضلنا أنه ندرس ونختص ونرجع إلى دولة الإمارات ونكون عائلتنا هنا ونمشي في المسيرة الطبية. والحمد لله يعني كل شيء كان يعني ناجح والحمد لله. دكتورة ميسون، قصص النجاح لا تكتب بالسهولة التي يعتقدها البعض، دائما يوجد بعض التحديات والصعوبات، ولكن ما يجعل التحديات أبسط على الشخص هو دعم الأشخاص المحيطين به، من يؤمن به كطبيب وكشخص ناجح. من هم أكثر الأشخاص اللي كانوا داعمين ومؤثرين في دكتورة ميسون؟ طبعا احنا الدعم هو يبدي من سنه، يعني تبدين بالجامعه، هذا يكون ايضا دعم لانه هذا الاساس لكل طبيب. فاحنا حصلنا على دعم قوي، بعدين الدعم يجي في التدرج الطبي، فلما يوفر لك مثلا البلد اللي انت تشتغلين فيه المستوى الطبي العالي والاطباء الماهرين اللي ممكن انه تتعلمين من عندهم، طبعا هذا يكون أول تجربة إليش، وهذا هم يكون الخبرة. فإحنا الحمد لله يعني مثلا تعلمنا في جامعة جدا عريقة، وجينا اشتغلنا في مستشفيات عريقة، كان مستشفى أبوظبي من الأعرق المستشفيات الحقيقة في دولة الإمارات، وبعدين مستشفى راشد ومستشفى المكتوم اللي هسه غيروا اسمه،
مستشفى دبي ما كان موجود، فكانوا في أطباء جدا ماهرين ممتازين دربنا على إيديهم، وأيضا الدعم اللي حصلنا عليه من وزارة الصحة ومن هيئة الصحة. يعني إحنا جينا كأطباء وكنا كبل يعني نشتغل، سنحونا الفرصة إنه نروح نتعلم ونرجع نشتغل. وكان عندنا يعني كونت أنا عائلتي هنا، أنا فكان عندي ولد وبنت، ما كان صعوبة إنه نترك مثلا أنا وزوجي نترك نروح ندرس ونبقي الأولاد. فوجود هذا البلد الآمن والبلد المضياف يعني خلى أهلنا يجون يساعدونا بتربية أولادنا. فرحت أنا اختصيت في إيرلندا وحصلت على الشهادة العليا، وبعدين زوجي اختص وحصل على الشهادة العليا. فإحنا بعدنا مستقرين بهذا البلد، يعني مجال الشغل عندنا موجود، ومع ذلك إحنا حصلنا على الاختصاص. طبعاً بعد الاختصاص أكرمونا بترقيات وطبعاً درجات أعلى من الشغل. طبعاً هذا الدعم مهم جداً من الهيئات والهياكل المعنية، ولكن دعنا نكون أكثر دقة دكتورة. الدعم الشخصي المحيطين بالدكتورة ميسون، الأشخاص الذين يعني متواجدين بحياتك اليومية، من هم الأكثر تشجيعاً لك لتوصل اليوم لهذه المرحلة؟ والله شوفي، التشجيع كان من الأهل. أول ما بديت تشجيع الأهل هو اللي ساعدني، وإمكانية اللي ساعدتنا أيضاً إنه ندرس مجال الطب. وبعدين الدعم بيني وبين زوجي، إحنا اثنين أطباء، واحد يدعم الثاني. والدعم يجي من الأصدقاء أيضاً، يعني المقربين إليك، وبعدين من الأهل مثلاً في تربية الأولاد يجي الدعم من المسؤولين عنك لو كانت علاقتك جيدة بيهم. والدعم يجي لما انت طلعتي درستي والاساتذه كانوا مهتمين في دراستك ومهتمين بالمواضيع اللي انت حاب تدخلين بها كمجال اختصاص، فهذا كله دعم. طبعا حتى الدعم النفسي، يعني انت لما تكوني مرتاحه نفسيا واللي تردين تحققيه حققتي، يكون هذا شيء جدا قوي. لانه يعني كثير مرات نشوف يكونون يطلعون الى اشياء هم يريدون يحققوها في مجال حياتهم، بس ما لاقين البيئة المناسبة انه يسوون الشيء، وطبعا ما يكون في ناس تساعدهم. فاحنا الحمد لله يعني كانت الامور مسهلة، وعلى فكرة طبعا الامور سابقا كانت اسهل كثير، يعني الحياة في السابق كانت اسهل من حياة الان. يعني هسه تشالنج اقوى للشباب، يعني احنا متخرجنا كنا شغلة الطب مرغوبة في اي مكان بالعالم، معادلة الشهادة الطبية جدا سهلة في أي دولة. تريدين ترجع تختصين في إنجلترا، تروحين إلى أمريكا، معادلة بسيطة جدا. الآن التشالنج للأطباء جدا قوي، فالمساندة يعني الحقيقية الآن الواحد يحتاجها. وإحنا طبعا في جيلنا هذا مستعدين نساند أي طبيب، وحتى أولاد، يعني أنا أولادي في مجال الطب، يعني دا نساندهم انه يتكونون ويبرزون وينجحون في حياتهم. من طالبه في كليه الطب الى خريجه لدى الدكتوره ميسون، اكثر من عرض من اكثر من بلد مختلف يعني تكون متواجده من خلاله وتحقق طموحات، اخترت دوله الامارات العربيه المتحده، لماذا الامارات قبل 42 عام؟ طبعا هذه قصه طويله، هاي حبنا للامارات. طبعا احنا ما كان فكرنا ابدا نجي الى دوله الامارات، يعني احنا تركنا العراق ورحنا الى بيروت كفتره انتقاليه نشتغل في المستشفى ونروح ندرس في انجلترا ونستقر في انجلترا، لانه كل اصحابنا كانوا موجودين، وحتى اساتذتنا اللي نعرفهم كانوا موجودين يدرسونا موجودين في انجلترا. لكن جينا فتره مؤقته سنه واحده انه نشتغل هنا نحصل خبره ونحصل ماديا حتى نروح ندرس في انجلترا. بس شفنا طبيعه الحياه هنا ومن تجربه طبعا زملائنا اللي عايشين في انجلترا، انه طبيعه حياه هنا اجتماعيا كثير افضل من الخارج. بعدين المستوى الطبي يعني ممتاز جدا، يعني التقدم اللي احنا حصلنا عليه جدا ممتاز. يعني هاي نعمة الله أعطاني إياها، ليش نتركها ونروح إلى بلد نربي أولادنا في بلد غريب وبلد أجنبي وطبعهم يختلف؟ ففضلنا أنه حاولنا حبنا للإمارات واستقرارنا ومعيشتنا السهلة ومع الناس التعامل كان جدا جيد، وبقينا كأسرة. يعني مثلا مو أنا أشتغل مكان زوجي يشتغل مكان يبعد 4-5 ساعات، لا بقينا في مكان واحد، يعني عشنا كأسرة.
فهذا اللي ساعد الأهل القريبين علينا، فلذلك كملنا ورجعنا واشتغلنا، وأولادنا كملوا وقسم منهم في مجال الطب وأخذوا دراسات عليا ورجعوا إلى دولة الإمارات. دكتورة ميسون، من خلال خبرة حضرتك وتواجد داخل الدولة لهذه الفترات، كنت شاهدة طبعاً عنصر فاعل في التطور الذي شهدته المنظومة الطبية بدولة الإمارات اليوم، وخاصة في العشرية الأخيرة مع تدخل التكنولوجيا. أصبحت دبي عبارة عن مركز إشاع للسياحة العلاجية عبر العالم. اليوم من كامل دول العالم يختارون دبي لمستشفياتها، لدكاترتها، لطبعاً المستوى الخدمة الطبية العالية. كيف تقيم من هذا التطور السريع؟ والله التطور يعني اللي حصل تطور يعني مذهل الحقيقة، يعني ما حدا كان يتوقع في هاي السنين القليلة تتطور دولة الإمارات إلى توصل إلى هالمرحلة. فأنت تفتخرين لما تقولين أنه أنا من دولة الإمارات، أو أنا عايشة في دولة الإمارات، أو أنه أنا عايشة مثلا في أبوظبي أو في دبي، يعني إلها بس وقع جدا كثير على حتى زملائنا الأطباء خارج الإمارات. فطبعا تقييمنا لهذا التطور اللي صار يعني صحيح شيء جدا كبير. يعني دولة الإمارات حتى بدي أقول من 40 سنة كان عندها المراكز الطبية المعروفة، الأطباء المعروفين، بس هاي الفترة جدا ازدهرت. يعني كنا إحنا مثلا نريد حالات صعبة نحولها للخارج، كانوا هناك لجنة خاصة في وزارة الصحة وفي دائرة الصحة تقيم حالة المريض، إذا كان عنده علاج داخل الدولة يعني خليه، إذا ما كان إلى علاج وما في اختصاصات يروح إلى خارج البلد. وكان أكثر شيء يروحون إلى مثلا الهند، إلى إنجلترا، إلى ألمانيا العلاج، قسم إلى أمريكا. نشوف هسه كلها جت عندنا، يعني مثلا الجامعات والمستشفيات المشهورة في أمريكا موجودة في أبوظبي في دبي، الجامعات المشهورة جدا في إنجلترا موجودة فروع لها هنا، بعدين في كونكشن بين المستشفيات مثلا في أبوظبي، مثلا على سبيل المثال كليفلاند مستشفى هنا، مستشفيات عندنا المعروفة مثل مستشفى دبي، مستشفى راشد، مستشفيات مستشفى الأمريكي، كلها إلى علاقات تعاون مع أعلى المستوى في أمريكا في إنجلترا. فما عاد في حاجة أنه ينبعث أي مريض للخارج إلا حالات معينة جدا. بعدين هذا التطور الطبي اللي صار والسمعة العالية لبعض العمليات، يعني عمليات جدا كبرى عم تنعمل هنا، طبعا عمليات الناظور صارت من عمليات سهلة، هلا عمليات الروبوت والذكاء الصناعي كلها تدخل في مجال الطب، فما عاد في حاجة المريض يروح، بس بالعكس قاموا من برا يجون مثل ما قلتي يعني العلاجي، انه السياحة العلاجية هو طبعا التعالج هنا، لانه الحالات الصعبة في لها مكان للعلاج داخل دولة الامارات. وبعدين دولة الامارات ما قصرت، يعني في كثير حالات صعبة في دول مثلا على سبيل المثال في العراق، يعني اللي صار في العراق طبعا شيء كثير، ففي حالات كانت ما إلها علاج داخل العراق، يعني تبرع كثير من المسؤولين بالعلاج المجاني لأطفال السرطان وأطفال مثلا ومرضى القلب، وهذه يعني في دعم كثير للعلاج هنا، وطبعا هذا واحد يفتخر بهذا الشيء. فالكل ساهم، طبعا ساهموا أطباء عرب، أطباء أجانب، أطباء مواطنين، نفتخر بأطباء المواطنين على فكرة، يعني احنا من جينا كانوا ينعدون على الاصابع، الان ما شاء الله كفاءات علميه جدا عاليه من المواطنين والمواطنات، طبعا بالذات عند المواطنات كثير، وانا اتشرف انه تدربنا عدد من الشباب المواطنين اللي ماخذين مستوى جدا عالي هسه في مجال الطب. فالازدهار قائم والتقدم قائم، وان شاء الله يبقى يعني دائما الى الامام.
اليوم دكتورة ميسون لم تقتصر فقط على جانب الطبي من خلال اختصاص أمراض النساء والولادة، اليوم دكتورة ميسون متواجدة بمشروع استثماري طبي بحثي، اليوم نتحدث عن عيادة متخصصة في أمراض النساء والولادة. فكرة خوض مجال الاستثمار في المجال الطبي كيف كانت دكتورة؟ والله احنا اشتغلنا يعني بالقطاع الحكومي فترة، وطبعا تعلمنا كثير من القطاع الحكومي كعلاج وايضا كإدارة. فبعد ما تمكنا من هالشيء وفتحنا، يعني مثلا انا بالنسبة لي فتحت عيادتي الخاصة اللي كانت في ديرة، اللي كان ديرة ذاك الوقت هي المنطقة الأساسية في دبي، والحمد لله يعني كان عيادة متخصصة، عندنا نسائية وعندنا تجميل وعندنا أطفال، والحمد يعني هي كانت شلون نقول نقطة الانطلاق اللي شيء أكثر. إيه، فبعدها فتحنا مركز ثاني باسم زوجي دكتور ناصر، والحمد لله أيضا يعني كان مركز جدا ناجح، وإحنا بعد هاي الخبرة الطويلة جدا ف يعني الناس صارت عارفة مجال شغلنا مثلا، فلذلك من حقيقة وين ما نروح الناس تعرفنا يعني بالاسم انه دكتورة ميسون. بعد ما كملنا ويعني ارتحنا في هذا البلد، واحنا يعني ماديا اكتفينا الحمد لله، نستثمر بشغلات ثانية لانه الاستقرار اللي موجود هنا ما تشوفيه بأي مكان ثاني. فانت تعبتي وهذا جهدك، فليش تطلعين تعبك وجهدك لبلد انت ما عارفه كيف الاستقرار وكيف تتصرفين باستثماراتك؟ لذلك الحمد لله يعني استثمرنا بالعقارات، استثمرنا في مجالات ثانيه، وهذا طبعا شجع حتى اولادنا انه لما كبروا وراحوا تخصصوا انه رجعوا لهذا البلد لانه عارفين اساسيات والبيزز مال هاي البلد، فرجعوا همينا كل واحد في شغله ناجح الحمد لله واستثماراته قائمة والحمد لله الكل ناجح الحمد لله. ونتمنى للشباب الآن اللي يجون، نتمنى للجيل اللي جاي أيضا إنه يعني أكيد الكل عارف عن الإمارات ولا ما كان جالي هنا، إنه الأساس أساس قوي والبلد آمن ومجال الاستثمار في أي شيء يعني سواء كان طبي أو غير طبي منتج، يعني الواحد إذا صاح باتقان يعني عمل الشغلة باتقان حتكون ناجحة. وهنا الحلو إنه يشجعوك يعني يعلموك كيف إنه تستثمرين أفكارك، تستثمرين المادة اللي عندك، والمجالات جدا واسعة والخير موجود والوفرة موجودة، فلذلك الحمد لله يعني كانت اختياراتنا جدا ناجحة. دكتورة ميسون، لكل شخص مفهوم خاص عن النجاح، هذا المصطلح الذي لكل منا له طعم مختلف عنه، اليوم بهذه الخبرة الطويلة في المجال الطبي والاستثماري وبقصة نجاح كانت أبرز قممها هنا داخل دولة الإمارات، إذا سألنا حضرتك عن مفهومك للنجاح كيف تعرفينه؟ والله أنا مفهومي للنجاح يمكن يختلف عن الثانيين، يعني أنا لما أروح لأي مكان ومثلا اعرف نفسي وقالوا لي إيه انت دكتوره معروفه وانت ولدتينا او ولدتي ابني او انت مثلا بنتي تتعالج عندك، طبعا هذا اعتبره محبه الناس والناتج مالتي مال العمل خلال 40 سنه ظاهر، هذا اكثر شيء يفرحني. ومثل ما خبرتش يعني كثير من اللي ولدتهم هسه تزوجوا وجوني حوامل دا اراعيهم، او ولدت يعني ولدتهم هم اللي انا ولدتهم ولدت ابنائهم، فطبعا هذه فرحه جدا كبيره. بعدين الشيء اللي يفرحني ايضا انه صار عندي مجالات يعني واسعه، انه انا كل سنه اشارك بمش اقل من 4 أو 5 مؤتمرات طبيه طبعا مختلفه مثلا، فصار عندي المام تام بشغلات كثيره، ما اقول اني المام او تخصص بهذه الشغله بس عندي خبره جيده مثل بالتصوير بالموجات فوق الصوتيه، عندي معلومات جدا قيمه عن كيفيه معالجه العقم لحد معين.
بينما أشوف أنه في مثلا بلدان ثانية يكون أو اختصاص واحد، وهذا طبعا احنا نحبذه الواحد يكون سب سبيشالست، يعني مختص بشيء معين. بس لما انت تكوني مختصه كطبيبه امراض ونسائيه وعندك خبره في تصوير الموجات فوق الصوتيه، عندك خبره مثلا مساعده العقم على مراحل معينه، طبعا مو مراحل، اكو مرحله معينه نبعثها احنا، فهذا يسعدك انه كان عندك مجال للتعلم الواسع. وطبعا كله عن طريق المشاركه بالندوات، المشاركه بالمؤتمرات، نروح مثلا مرات اشهر احنا نبقى خارج البلد وداخل البلد هسه في ندوات للاختصاصات العليا، هذا توفر لنا، وهذا ايضا نجاح. يعني هذا انه انت لما تكونين بهالدرجه المعرفه يكون هذا نجاح شخصي ونجاح عائلي ونجاح اجتماعي. اليوم خلال ضيفة الدكتورة ميسون، قامة طبية هنا داخل دولة الإمارات وكفاءة، يرى الكثير من الشباب المقبلين على الحياة العملية في المجال الطبي أو دكاترة المستقبل يرون في حضرتك النموذج. فالمساحة الآن ورسالة مخصصة لهم من خلالك في بعض النصائح أو رسالة تشجيعية لهم. طبعا الجيل الآن، جيل الشباب، هو اللي لازم نركز عليه، لأنه إحنا اشتغلنا وأنتجنا، يبقى الجيل الشاب هو الإنتاج عليه. وأني أقولهم الحياة لازم تعب، طريقها أول طريق هو طريقها صعب، وما واحد يوصل للقمة بسهولة، عليه أن يصعد درجة درجة وما يتعب. إذا عنده الرغبة وعنده أنه الإمكانية أنه يوصل، وعنده المساعدة من قبل دولته والمساعدة من قبل الناس المحيطة به، عليه أن يتجاوز الصعوبات ويتدرج ويصعد، لأنه ما في أحلى من النجاح، ما في أحلى من أنه توصل للحلم اللي أنت تريده. وأني أشجع كل الشباب أنه مهنة الطب مهنة إنسانية بحتة، هي مو لا مادة ولا برستيج اجتماعي، هي مهنة إنسانية، فواحد لازم يحبها من كل قلبه ويبقى يتدرج ويتطور في التعليم، وما يختصر أبداً يعني على سنين معينة. الطب أنت من تبدي كطبيب إلى أن تتقاعد لازم كل سنة تتعلم شيء جديد. وهاي رسالة أوجهها لكل الشباب الأطباء، وحتى من ضمنهم بنتي اللي هي طبيبة وهسه في دور التدرج لتسوي اختصاص باطنية، أقول اتعبي واتعبوا لتنالوا ما تريدون. قصص النجاح دائما بحاجة إلى طموح وإلى إصرار وعمل جدي، وأيضا بحاجة إلى مناخ يساعد على النجاح. ومن من مناخ أجمل من مناخ دولة الإمارات، هذه البيئة التي تساعد على النجاحات، تساعد على تحقيق الطموحات. طبعا حضرتك من أكثر الأشخاص الذين يعلمون هذه الحقائق، فالمساحة الآن مخصصة لدكتورة ميسون تقديم رسالة إلى دولة الإمارات، قادة وشيوخ هذا البلد القائمين على أمن وأمان دولة الإمارات. والله أنا يعني شهادتي طبعا، يعني شو أقول، إنه شهادتي هي بقائي بهذه البلد 42 سنة وما انفصلت عن هذا البلد أبدا. فأني كل الدعم وكل التقدير اللي أخذته هو من هذا البلد، واحترام يعني الحقيقة احترام المواطن هنا لأي واحد وافد، اللي هو الوافد الجيد اللي يقدم خدمات ما نقدر نشوفها في أي مكان ثاني. فأني يعني أقدر الإمارات كدولة وشعب الإمارات كشعب وشيوخ الإمارات وحكام الإمارات، ويعني الشهادة جدا قوية بيهم، لأنه لولا الدعم والاستقرار والأمان والرزق اللي حصلناه هنا ما كان وصلنا لدرجة النجاح ودرجة يعني الاستقرار النفسي والاستقرار الأسري والاستقرار العاطفي اللي لقيناه في هذا البلد. فشكرا جزيلا، وأتمنى يعني لدولة الإمارات وشعبها وحكامها كل التقدم والازدهار، وهم أهل هالشيء. الشكر أيضا موصول لحضرتك دكتورة ميسون، سعداء جدا بتواجد طبعا كفاءة طبية شأن دكتورة ميسون معنا في برنامج لآلاء الاتحاد. شكرا دكتورة. شكرا، تسلمين. شكرا على المقابلة.
إذا مشاهدينا الكرام نصل إلى نهاية حلقة اليوم لآلي الاتحاد، الحلقة مميزة بإضافة كبيرة ولقصة نجاح متميزة للدكتورة ميسون القيسي. إذا لا زالت قصص النجاح داخل دولة الإمارات العربية المتحدة، انتظرونا الأسبوع القادم، دمتم بأمان الله.